في متابعة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، زيارة هامة جدا، وزي ما كنا بنقول لحضراتكم من شوية هي الزيارة الثالثة من نوعها، وبتعكس شكل التقارب الكبير اللي حاصل ما بين الدولتين وعلاقات الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة. خلينا ناخد حضراتكم في يعني أهم التفاصيل لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند. دلوقتي معانا السفير محمد محمود العشماوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير سعادة السفير، ويمكن بنتحدث عن زيارة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوة لسيادته من قبل رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. عايز أعرف من حضرتك معايير نيودلهي لاختيار الرؤساء للمشاركة في مثل هكذا احتفالات هامة. في الحقيقة أن يعني هناك تاريخ طويل وتاريخ مشرف للعلاقات المصرية الهندية، ويعني منذ أكثر من تقريبا يعني 73 سنة هناك علاقات بين البلدين، وفترة الرئيس عبد الناصر والزعيم الهندي جواهر لال نهرو وفترة عدم الانحياز كانت فترة مهمة جدا جدا في العلاقات بين مصر والهند. العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية وعلاقات قوية جدا منذ فترة طويلة، ومن هنا فالإعداد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين هو أمر طبيعي في إطار أو في ظل التطورات التي يمر بها العالم الآن. ويعني أن يعني كثير من خبراء العلاقات الدولية ويقولون أننا مقبلون على نظام دولي جديد. صحيح. يعني قد تكون هناك يعني قوتين أو ثلاث قوات كبرى، يعني قوة كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وهناك أيضا دول يعني لها مكانة كبيرة جدا في العلاقات الدولية، في يعني لها دور كبير في العلاقات الدولية مثل مصر والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في دول العالم الثالث، يكون لها دور كبير جدا في السياسة الدولية في الفترة القادمة وفي نشوء وظهور نظام دولي جديد. صحيح. طيب يعني حضرتك اثرت قضيه هامه جدا، مش قضيه بس البريكزيت، ولكن قضيه التوازن الدبلوماسي العالمي. يعني مصر مؤثره في اقليمها بشكل كبير، وكذلك ايضا الهند مؤثره في محيطها الاسيوي بشكل كبير. كيف يمكن ان تساهم مصر والهند في ايجاد حاله من التوازن الدبلوماسي العالمي، خصوصا في ظل حالة الاستقطاب الموجودة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك على غرار ربما ما حدث طبعا مع اختلاف الفارق في مؤتمر باندونج 55؟ في مؤتمر باندونج طبعا ظهرت حركة عدم الانحياز، وكان لها دور كبير جدا في الوقت الذي كان فيه يحكم العالم فيه يعني أو يتحكم في السياسة الدولية. كانت هناك قطبان، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وفي بعد ذلك دخلنا في مرحلة قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن طبعا كما هو معروف يعني هذه الفترة تكاد تكون انتهت حاليا، وهناك مشاكل وهناك يعني في العلاقات الدولية هناك تطورات خطيرة جدا تنبئ بنظام دولي جديد قادم. يعني النظام القديم بعد الحرب العالمية الثانية، هناك الحرب الجارية حاليا بين روسيا وبين أوكرانيا، وهي كثير من خبراء العلاقات الدولية يرون أنها هي مقدمة لحرب عالمية ثالثة إن لم نكن نعيشها بالفعل حرب عالمية ثالثة. وهناك الاستعداد حاليا لنظام دولي جديد يبرز خلال الفترة القادمة، ومن هنا فدور مصر والهند كدول يعني لها خبره في العمل الدبلوماسي وخبره في العلاقات الدوليه منذ فتره طويله، منذ فتره عدم الانحياز والتطورات الحاليه، يعني الدخول في شراكه استراتيجيه مع دوله مثل الهند هو امر مهم جدا في الفتره القادمه. ومن هنا كانت دعوه الهند للسيد الرئيس ليكون ضيف الشرف في الاحتفال بمرور 75 سنة على استقلال الهند. صحيح، هناك يمكن تفاهم سياسي وثيق ما بين الدولتين، واحنا يعني بنمر بأزمات عالمية سواء أزمات اقتصادية أو حتى أزمات يعني سياسية، هناك توافق في الرؤى ما بين الجانب المصري والجانب الهندي. لو تحدثنا سيادتك عن أهم هذه يعني الموضوعات التي تخص التوافق الهندي المصري.
هناك قضايا كثيرة جدا تهم البلدين، العلاقات مع القوى الكبرى، العلاقات مع الدول ذات التأثير الكبير في العلاقات الدولية، ومن هنا في مصر والهند لها دور كبير جدا في هذا المقام، والاستغلال الفترة يعني الخبرة الاستراتيجية القديمة منذ فترة عدم الانحياز والتطورات التي الجارية حاليا. وهناك قضايا تهم البلدين في الوقت الحاضر، مثل قضايا مقاومة الإرهاب، قضايا زي مساعدة الدول يعني الدول النامية المتأثرة جدا بالتطورات الحالية في العلاقات الدولية زي الدول القارة الأفريقية. مصر هي يعني دولة مهمة جدا في القارة الأفريقية، الهند أيضا لها علاقات مع القارة الأفريقية منذ فترة طويلة، وهناك جاليات هندية كثيرة جدا في الدول الأفريقية تقوم بدور كبير في السياسة الدولية في جنوب أفريقيا ومعظم الدول الأفريقية خصوصا في شرق أفريقيا. كلمني نعم الملف ده تحديدا مهم جدا يا فندم. ربما نعلم على سبيل المثال سيطرة الصين على الأسواق الإفريقية، ولكن لا يعلم كثيرون كيف تسيطر الهند على الأسواق الإفريقية. كيف تستغل الهند أو تريد أو ماذا تريد الهند من مصر باعتبارها المدخل الرئيسي للسوق الإفريقية؟ هل تريد استثمارات في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس؟ هل تريد التصدير عن طريق القاهرة، الطريق الجديد للقاهرة كيب تاون؟ كيف يعني تريد الهند أن تستغل مصر للدخول في سوق ربما يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم؟ يعني وجود يعني الوصول إلى حالة من استقرار العلاقات واستقرار الأوضاع في منطقة قناة السويس وفي منطقة الخليج العربي وفي منطقة البحر الأحمر هو أمر مهم جدا بالنسبة للسياسة الهندية وبالنسبة للسياسة المصرية أيضا في الفترة القادمة. ومن هنا استغلال علاقات الدولتين في استقرار هذا الأمر وفي تنمية التجارة والاتصالات التجارية الاقتصادية. والهند دولة متقدمة جدا من الناحية الاقتصادية، يعني الهند دولة متقدمة جدا في التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الصناعة وفي مجالات كثيرة جدا جدا. طب ماذا تصدر للقارة الأفريقية يا فندم؟ ماذا تصدر للقارة الأفريقية الهند؟ نعم، ماذا تصدر للقارة الأفريقية؟ الهند تصدر للدولة الأفريقية، يعني كما قلت هناك جالية هندية كبيرة، جاليات هندية كثيرة جدا في منطقة أفريقيا وخصوصا في منطقة شرق أفريقيا. من ناحية التصدير طبعا تحتاج الدول الأفريقية إلى مساعدات كثيرة جدا في وتنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية، ودور تنمية القوى البشرية في القارة الأفريقية أمر مهم جدا، وإيجاد حالة من الاستقرار السياسي في القارة الأفريقية. ومصر دولة مهمة جدا في القارة الأفريقية، ومن هنا اهتمام البلدين بهذا الأمر الذي يهمهما أيضا ويهم العلاقات الدولية بصفة عامة. صحيح سعادة السفير، كمان يعني دولة الهند وهي في رئاسة مجموعة العشرين سنة 2022-2023 قامت بدعوة مصر كضيف شرف لحضور هذه الاجتماعات، كيف يكون شكل التعاون تحت هكذا مظلة؟ كما قلت الإعداد لشراكة استراتيجية بين البلدين لخدمة مصالحهما العالمية ومصالحهما في الدول القارة الأفريقية، وهذا أمر يهم البلدين بصفة خاصة. الفرص الاستثمارية اللي ممكن مصر تراهن عليها، يعني نعلم أن الهند متفوقة مثلا في صناعة البرمجيات، متفوقة بشكل كبير، كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بمجال التعليم؟ إحنا دخلنا ربما صنعنا أول تابلت وأول موبايل مصري، كيف يمكن أن تساهم الهند معنا في صناعة البرمجيات بشكل عام؟ بالطبع معروف أن الهند دولة متقدمة جدا في مجال العلوم الحديثة وفي مجال يعني التطورات التكنولوجية والعلمية الجارية حاليا في العالم كله، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها رغم أنها الدولة الكبرى في العالم تستفيد من التطورات في الهند منذ فترة طويلة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويعتمد كثير من الاقتصاديين الهنود والأساتذة والأطباء على يعني متخصصون هنود
في مجال العلوم الحديثة وفي مجال التطورات التكنولوجية يستفيدوا منهم استفادات كبرى. ومن هنا استفادة البلدين في هذا المجال فيه فائدة لكليهما لمصر وللهند وللدول الأفريقية. يمكن وحضرتك بتتكلم عن التعاون المستمر والمتبادل ما بين البلدين، يمكن في جائحة كورونا كان هناك يعني تعاون مشترك لمكافحة هذه الجائحة، ومصر يمكن اشترت من دولة الهند لقاح خاص بفيروس كورونا في 2021، وأيضا اشترت الهند من مصر عقار رامدسفير بعدها الخاص بعلاج كورونا. بالطبع، فالتطورات في العالم في المجال ده في مجال الأوبئة واستفادة البلدين من التطورات أو التقدم التكنولوجي فيهما أمر في غاية الأهمية. ويعني كل هذه التطورات التي كلها تؤثر على العلاقات الدولية بجانب طبعا الحرب الأوكرانية الروسية الجارية حاليا، هذا أثر على العلاقات الدولية وأثر على مصالح الدول، خصوصا الدول الفقيرة وخصوصا الدول يعني في القارة الأفريقية نفسها. هناك هناك كثيرون يعني هناك مجاعات كثيرة موجودة في أماكن كثيرة في الصومال وفي بعض الدول الأفريقية، ومن هنا فالاستفادة من هذا التطور أمر مهم جدا للبلدين ومهم جدا للقارة الأفريقية. بنشكرك سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية و